إذن هذا هو الإعصار شاهين، كما بدا واضحا من صور الأقمار الاصطناعية، هو من الدرجة الأولى ويتحرك بكامل قوته باتجاه سلطنة عمان ودولة الإمارات. التفاصيل بعد هذا الفاصل في النشرة الخاصة الثانية. إذن آخر صور الأقمار الاصطناعية في ساعات عصر يوم السبت أشارت إلى أن هذا الإعصار أو هذه المنظومة المدارية التي سميت بشاهين، الإعصار شاهين، أصبح من الدرجة الأولى، وواضح عملية الدوران الضخمة التي تحدث الآن في بحر عمان. كما تلاحظون هناك استجماع للقوة واشتداد في هذا الإعصار، ويتحرك بكامل قوته إلى داخل عمق بحر عمان في مسار لم يحدث من قبل في مثل هذا الوقت من العام في شهر 10، وذلك سيؤدي ويهدد جميع السواحل المطلة على بحر عمان. آخر الرصدات الجوية ستحدث عنها الآن. إذن هذا هو الإعصار، كما تلاحظون هذه عين الإعصار، كلما بدت عين الإعصار بوضوح أكثر يعني ذلك شدة وقوة في هذا الإعصار. بعض المعلومات، الإعصار هو الآن من الدرجة الأولى ما زال بشكل رسمي، إلا أنني أشك بأنه اقترب من الدرجة الثانية من شكل خريطة صور الأقمار الاصطناعية ومن طريق الدوران هذا الإعصار الضخم الذي يتواجد الآن في مشارف بحر عمان. سرعة الرياح تبلغ ما بين 65 إلى 80 عقدة. يبعد تقريبا مركز هذا الإعصار يبعد تقريبا عن محافظة مسقط ما تقريبا مجموعة 320 كيلومتر، إلا أن بعض الصحب المصاحبة لهذا الإعصار تقريبا تبعد فقط 150 إلى 200 كيلومتر. هذا إذن هو آخر شكل لهذا الإعصار، إعصار شاهين، إعصار قوي يتحرك بكامل قوته إلى داخل بحر عمان. ستحدث الآن ماذا من المتوقع أن يحدث بسبب هذا الإعصار. إذن لماذا شدت هذه المنظومة المدارية شاهين من عاصفة استوائية إلى إعصار من الدرجة الأولى، وربما حتى يتطور أكثر من ذلك؟ السبب هو أمرين ذكرناهما سابقا. الأمر الأول أن مسار هذه المنظومة جاء فوق مياه ساخنة للغاية، بلغت تقريبا درجات حرارتها أكثر من 31 إلى 32 درجة مئوية، مما أكسب هذه المنظومة المدارية طاقة كبيرة جدا تحولت على إثرها إلى إعصار صنفت الآن من الدرجة الأولى. الأمر الآخر هو هدوء في رياح القصة، هي رياح تأتي فوق الإعصار بالعادة وهي هادئة، وبالتالي هي تسمح بنمو السحب أكثر، وبالتالي ازدياد في شدة المنظومة المدارية التي بلغت الآن من الدرجة الأولى. ولكن أعان الله الجميع في معرفة المسار الأخير لهذا الإعصار، فنماذج التنبؤات الحاسوبية وإن اتفقت بعض الشيء لأنها تختلف ببعض التفاصيل الدقيقة والهامة. هذه مسارات ترسمها حواسيب فائقة القدرة، تستشعر بها حركة الإعصار وكيف سيتحرك. هذه الحواسيب موجودة في مراكز عالمية، وهذه كل من هذه الحواسيب وكل مركز له طريقة حساب خاصة، وكلها تؤدي إلى نتائج مختلفة. كما نشاهد بأن الإعصار من الدرجة الأولى هو إعصار شاهين، فقط هناك مركز واحد يتوقع دخوله إلى داخل تقريبا عمق بحر عمان، يعني أعتقد ذلك صعب ولكن لا شيء مستحيل، مجددا نقول داخل هذه الأعاصير ومساراتها، ولكن هذا مركز يتوقع دخوله إلى داخل مضيق هرمز. ولكن تقريبا جميع المراكز الأخرى تتوقع أن يمر هذا الإعصار بمحاذات السواحل الشرقية، لا يدخلها إنما بمحاذات، كما تلاحظون بمحاذات مثلا محافظة مسقط. وبالمناسبة مرور الإعصار بالمحاذاة وليس دخوله في اليابس أحيانا يكون له أثر أكبر من دخوله اليابس مباشرة، ذلك لأنه يمكث وقت أطول داخل البحر وبالتالي يبقى قويا كإعصار، لأن الإعصار عندما يدخل إلى داخل اليابسة يضعف مباشرة، وذلك يسبب أنه يفقد خاصية هامة وهي مياه البحر وبخار الماء الناتج من مياه البحر. أول ما يعني مجرد ما يدخل إلى داخل اليابسة يضعف الإعصار، ذلك قانون عالمي موجود في كل العالم. ولكن مرور الإعصار بمحاذاة السواحل هو أمر خطير بعض الشيء، ذلك يتسبب بأمواج عاتية للغاية في المناطق المطلة بالمسار المحاذي للإعصار. الأمر الآخر أمطار غزيرة، رياح شديدة، وبالتالي هذه المناطق جميعا عندما يمر الإعصار بالقرب منها لا يعني أنها ستكون بمنأى عن الإعصار، بل ربما تتأثر بوقت أطول بتبعات هذا الإعصار. بعض المراكز والنمذج الحاسوبي تستشعر اشتداد إلى الدرجة الثانية أبان عمور هذا الإعصار بالقرب من الساحل الشرقي. معظم المراكز تتوقع هذا الإعصار أن يتحرك بالاتجاه الشمالي الغربي ومن ثم
يقوم بالالتفاف نحو الغرب تقريبا في المناطق منطقة محافظة الباطن أو المناطق الشمالية الشرقية من سلطنة عمان. هنا يدخل الإعصار، يعتقد أنه سيدخل في هذه المنطقة ويتوجه مباشرة إلى جنوب دولة الإمارات، وطبعا المسار هذا هو الأرجح. بعض المسارات تتوقع أن يتحرك باتجاه الربع الخالي، مسارات أخرى باتجاه داخل دولة الإمارات. ننتظر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات ليحدد ما هو المسار الأرجح بالنسبة لهذا الإعصار وكيفية دخوله، ولكن هذه مسارات موجودة حاليا ضمن الافتراضات التي يتوقع أن تؤثر على السلطنة ودولة الإمارات. طبعا أتوقع أن يزداد وتيرة الأحداث كلما دخلنا في الوقت، يعني مع ساعات ليلة السبت على الأحد ونهار يوم الأحد نتحدث عن اشتداد كبير في الحالة الجوية. نتوقع أمطارا هائلة تهطل على عموم مناطق سلطنة عمان ودولة بعض مناطق دولة الإمارات، ولكن نتحدث عن سلطنة عمان على الساحل الشرقي. هذه ألوان تنم على وجود أمطار شديدة الغزارة. نتحدث عن تقرير الأرصاد يتوقع ما بين أكثر من 200 إلى 500 مليمتر من الأمطار. هذه أمطار تعادل عدة سنوات مثلا في العاصمة السعودية الرياض، أو تعادل ما يهطل من أمطار في العاصمة الأردنية عمان في عام واحد، ستهطل خلال بضعة ساعات في هذه المناطق، مما سيعني ذلك الفيضانات وأيضا جريان كبير للأودية، خاصة تلك المناطق هي مناطق جبلية. بالمناسبة هنا سلسلة جبال الحجر، وهذه مناطق جبلية تحتوي على الكثير من الأودية التي يتوقع أن تجري بشكل كبير جدا وخطر. تدخل الأمطار إلى الداخل، إلى جنوب دولة الإمارات وإلى أيضا الأجزاء الحدودية المتاخمة بين الإمارات والسعودية وعمان، ووسط أمطار غزيرة. باقي المناطق مشار إليها باللون الأخضر يعتقد حاليا حسب آخر القراءات ستتعرض لزخات من الأمطار كتبعات ثانوية لهذه المنظومة المدارية، ولكن اللون الأحمر واللون البنفسجي ينم على الضربة المباشرة من ناحية الهطولات المطرية لهذه المنظومة المدارية والإعصار شاهين. الإعصار شاهين لا يعني فقط أمطار ورياح. الخطر المحدق الأكبر في هذه المنظومة المدارية هو ارتفاع الأمواج الهائل المتوقع في عموم بحر عمان والسواحل المطلة على ذلك، بما في ذلك مثلا سواحل صحم وبركاء ومسقط، إضافة إلى كلباء والفجيرة. هذه المناطق يتوقع أن تتعرض إلى أمواج عادية، خاصة هناك مضيق هرمز. عندما تضيق المياه هنا وتأتي عواصف تصبح الأمواج عاتية جدا، ويصبح هناك البحر يدخل إلى داخل المناطق المنخفضة. نعتقد أن جميع هذه المناطق على موعد مع ارتفاع في منسوب المياه في الطرق الساحلية وفي مناطق الساحلية، وسط أيضا إضافة إلى الأمواج العالية، وأيضا فوق ذلك هطول الأمطار الغزيرة، وبالتالي الأمور صعبة بعض الشيء في هذه المنطقة. وننصح الجميع اتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة. إذن ماذا نتوقع كملخص في هذه النشرة الخاصة؟ نتوقع إذن دخول الإعصار إلى اليابسة في وقت معين ما بين ظهر يوم الأحد وحتى ليلة الأحد على الاثنين في الجزء الشمالي الشرقي من الساحل المطل على بحر عمان من سلطنة عمان. يدخل هذا الإعصار ويتوجه مباشرة إلى داخل الأراضي العمانية، ومن ثم ربما في أغلب السيناريوهات سيدخل إلى داخل دولة الإمارات في الجزء الجنوبي منها. ما زلنا ننتظر المركز الوطني للأرصاد في تصريحه حول توقعات دولة الإمارات وكيف سيؤثر هذا الإعصار وهذه المنظومة المدارية دولة الإمارات، ولكن ما هو واضح أن هذه المناطق وجبال الحجر وأيضا المناطق الساحلية بما فيها المطلة على بحر عمان يتوقع أن تستقبل إما أمواجا عاتية للغاية، ارتفاع كبير في منسوب مياه البحر مع تقدم إلى داخل الساحل، أيضا أمطارا غزيرة ورياحا قوية وسيول. منظومة مدارية قوية، إعصار من الدرجة الأولى ليس أمرا سهلا، هو ليس منخفضا بسيطا، إنما منظومة مدارية كبيرة وربما حتى يتطور إلى الدرجة الثانية، ويكمل ذلك تلك المنظومة المدارية طريقها إلى داخل عمق اليابسة، لكنها تضعف باطراد شديد، وذلك بسبب أنها تفقد جميع الخصائص التي تجعلها أصلا من الدرجة الأولى كإعصار أو حتى كمنظومة مدارية. بعض النماذج، هذا نموذج يسمى HWRF، هو نموذج عددي أمريكي حاسوبي مخصص فقط لتتبع الأعاصير في الكرة الأرضية، يشير إلى أن هذا الإعصار يبلغ من الدرجات المتقدمة ربما درجة ثانية قبيل دخوله إلى اليابسة، لكن ذلك يبقى توقع واستشعار. هذه دولة الإمارات، هذه سلطنة عمان، وكما تلاحظون قبيل دخول هذا الإعصار يكون بشكل قوي جدا تقريبا هذا الوقت مع ساعات عصر يوم الأحد، وبالتالي هذا المركز يتوقع دخول الإعصار تقريبا
ما بين عصر ومساء يوم الأحد إلى مناطق سلطنة عمان قبل أن يتوجه إلى الداخل العماني كما تلاحظون. هذا كل ما لدينا حتى اللحظة حقيقة في هذه النشرة الخاصة الثانية. تابعونا للمزيد من التحديثات، يمكنكم تحميل تطبيق تقصي العرب يصلكم كل ما هو جديد حول هذه الحالة، أو حتى يمكنكم متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء تلك اللي موجودة على تويتر أو الفيسبوك أو حتى على الإنستغرام أو حتى على تيك توك، متواجدون هناك للمتابعة. ندعوكم وننصحكم إلى الامتثال إلى جميع الإرشادات والنصائح الصادرة عن الجهات المعنية في سلطنة عمان أو في دولة الإمارات في التعامل مع هذه الظروف الجوية، والاستماع دائما إلى النشرات الجوية الرسمية الصادرة هناك، حيث أن هذه المنظومة الجوية ليست منظومة سهلة وعلينا التعامل بمسؤولية لها. ندعو الله السلامة لكم جميعا، ونسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.